لاحظتم جميعا في شهر جويلية من سنة 2022 أن الدولة قامت بتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية عن طريق تدشين المركز الوطني، البنك الوطني للبذور، وسوف نمضي إن شاء الله في تجسيد البنك الوطني للجينات قبل شهر جوان 2023، وهو يعتبر خطوة جبارة لم تصل إليها الجزائر منذ الاستقلال، وهذا يعتبر أحد عوامل الاستقلال الغذائي وتحقيق الأمن الاستراتيجي للدولة الجزائرية. فإن أردنا أن نصل إلى الأمن الغذائي والاستقلال الغذائي في الجزائر، فيجب توفير احترام كل سلاسل القيم الموجودة التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف. وأول سلاسل قيم هو توفير الآليات والميكانيزمات التي تسمح لنا بأن نتوفر على بذورنا، البذور الجزائرية، وعلى جينات هذه البذور. وبالتالي فكل الباحثين وكل المتعاملين مدعوون للانخراط في هذا المجال.